في مجلس النواب أنا في حالة الظروف هذه واستحالة السير عادي للجلسة، فإني أدعو السيدة والسادة رؤساء الكتل إلى اجتماع بمكتب السيد رئيس المجلس. كل اجتماع مش مخلينا نخدم، تشري في المشاكل، دين في الرجال، دين في الشهداء، دين في كل إنسان يتكلم. يا سيد اجلس من فضلك، تتفضلوا اجلسوا من فضلكم، تتفضلوا، راهو هذه صورة سيئة.